بسم الله الرحمن الرحيم. بصراحة أنا مش عارف يعني أبتدي منين، لأن أنا النهاردة إحنا بنتكلم على تغيرات مناخية، ارتفاع درجات حرارة، والتغيرات المناخية مش من السهل أنت تقول الجو بقى حر وبس. لا، ده أنت كمان التغيرات المناخية ما هي في الشتاء مش في الصيف بس. النقطة التانية هي تأثيرها مش إن أنا هبقى حاسس بدرجات الحرارة المرتفعة أو النبات بيتحرق قدامي، لا ده في أمراض هتظهر وفي إصابات حشرية، وكل ده بيقلل من الناتج المحصول من الإجمالي. طب نيجي لنقطة تانية، عشان كده قلت لكم مش عارف ابتدي منين. لما بنقول شر لابد منه، العالم كله النهاردة إيه أهم حاجة بيهتم بيها؟ بيهتم بتوفير الغذاء. كل الحكومات بتشتغل عشان توفر الغذاء لشعوبها. طب فده خلاهم يعملوا إيه؟ شر لابد منه استخدام المبيدات، وليها قواعد وضوابط وفترة أمان حيوي، ومبيد بيتم إجازته، ومبيد بيتم رفضه، ومركبات جديدة بتدخل، ومركبات أحدث بحيث أنها تقلل من الأثار السلبية. في نفس الوقت إحنا بنتكلم على الزراعة العضوية، من حق أن أنا أكل غذاء آمن، من حق أن أنا أبقى مطمن على نفسي وعلى أولادي، وفي نفس الوقت أنا عندي القدرة على إنتاج محاصيل مناسبة، لكن هل بالكمية المقبولة؟ طب هنعمل إيه؟ ملف كبير جدا، وانا بيشرفني النهارده وجود الدكتوره ايات محمود السيد، الباحث بالمعمل المركزي للزراعه العضويه. منوراني يا فندم. اهلا بيك. اهلا بيك. تغيرات المناخ بقت امر واقع؟ اكيد. حضرتك فكرتيني في حاجه درسناها في الجامعه، كان يقولوا لنا هو مين اهم، الفود سيكيورتي ولا الفود سيفتي، الامن الغذائي ولا سلامه الغذاء؟ وكانت من الاسئله اللي دايما فيها ترك كده، ناس كتير قوي تقع فيها، لكن هو طبعا الاثنين. انت هتوفر لي اكل، لكن الاكل ده هاكله هيأذيني او هيأذي اسرتي، يبقى طبعا الامان، الفود سيكيورتي، الامان في الوجود الغذاء ده مهم جدا، لكن في نفس الوقت السيفتي بتاعت الاكل ده، انه اكل خالي من الملوثات، خالي من متبقيات المبيدات، خالي من الجي ام او اللي احنا مش عارفين الاكل، اما هاكل اكل مهندس وراثيا هيدخل جسمي هيهدمه ازاي ويتعامل معاه ازاي. يبقى الاثنين مهمين زي بعض، طريقين متوازيين. النهارده احنا في تغيرات مناخيه، التغيرات المناخيه انا عارف ان حضرتك تخصصك امراض نبات. تمام. بتسبب لي مشاكل. طبعا. احنا السنه دي شفنا من الامراض والافات كمان على فكره اللي ما شفناهوش السنين اللي فاتت كلها. كان يجي لنا طلبه عايزين يسجلوا على مرض اسمه صدأ الفاصوليا. كنا نقول لهم لا يا اخوانا ما تسجلوش على المرض ده بدا يختفي، احنا خلاص بدانا ننتج اصناف مقاومه للمرض ده وما بقاش يعمل مشاكل. السنه دي صدأ الفاصوليا من الحاجات اللي اثرت جدا على زراعه الفاصوليا في مصر. ليه؟ للتغيرات المناخية، الجو بقى مناسب جدا ليه. الحشرات، احنا الحشرات بتهاجم بشكل وبائي، كل ده ناتج ليه؟ ناتج لان الظروف المناخية اختلفت، الظروف بقت مناسبة اكتر للحشرة انها تنمو وتعمل دورات حياة اسرع نتيجة الحر الشديد ده. بس كده لا، النبات مش قادر يستحمل الاسترس اللي عليه. ما احنا البني ادمين، شوف البني ادم قد ايه قوي، وشوف الحر بيخلي ادائنا عامل ازاي وصحتنا عامله ازاي. تخيل النبات الضعيف ده تحت الاسترس العالي. كمان مزارع كتير في مصر فيها ميه مالحه، فيها مشاكل كتير في التربه وفي الصرف، يبقى النبات وقع عليه اكتر من استرس، يبقى النبات بقى فريسه للممرضات وللحشرات. يبقى احنا لازم نفكر ازاي نقلل التغيرات المناخية دي علشان نقلل تأثيرها. نقلل طب تأثيرها. قبل ما افكر ازاي اقلل تأثيرها، هو ايه اللي حصل للمانجا السنة دي؟ المانجا السنة دي من الحاجات اللي تزعل بشكل غير عادي. حصل ايه بقى بالظبط؟ مش مصدق او مش عايز اصدق. انا شفت. انا ما صدقتش لما شفت. يعني لو تفتكر في اخر رمضان جالنا اسبوع حرارة متواصل شديد الحرارة، وده مش مناسب للوقت ده من السنة. حصل ايه بقى في الوقت ده؟ ان كانت المانجا في حجم، ما بين الاصناف بتختلف طبعا في النضج، فكان في حاجات من حجم مثلا الزيتونه لحجم الليمونه الاكبر شويه. الحاجات اللي حجمها لحد حجم الليمونه الصغيره دي كلها ما قدرتش تتحمل الحراره العاليه دي. حصل ايه للحراره العاليه دي؟ الشجره حست انها بتموت. اول ما بتحس انها بتموت تبدا تسيب الحمل اللي عليها علشان تحافظ على نفسها. اي كائن ربنا خلقه عنده حب البقاء. الشجره عملت كده، سابت الحمل، فاصبح ده اللي بنسميه التساقط، اللي هو تساقط. ولازم ندرس ايه اسباب التساقط ده وازاي نعديها السنين الجايه علشان مش كل سنه يحصل لنا الكلام ده ونرجع نقول ده خساره. الناس خسروا ملايين الجنيهات السنه دي، مزارعين المانجا السنه دي ربنا يكون في عونهم كلهم. انا قلبا وقالبا معاهم، لكن نصلح ده ازاي السنين الجايه هو ده اللي احنا بنشتغل عليه.
ازاي اخلي الشجره تتحمل الاسترس العالي ده بحيث انها تحافظ على الثمار اللي عليها. هو الاجهاد الحراري او ارتفاع درجات الحراره سببت ايه للشجره؟ يعني هي بتدافع عن روحها من ايه؟ انا النهارده لو بروي ري منتظم تمام بزودها بالعناصر اللي الشجره محتاجاها تمام، ايه مشكلتها التانيه؟ النبات حاسه انه بيموت نتيجه ان الحراره العاليه دي مش خلاه، ما خد بالك احنا دايما بنقول ايه، النبات مش قادر يمتص، النبات مش قادر يتوازن بين النتح الطبيعي ده وبين الامتصاص. الاسترس الجامد والمستمر خد بالك، انا ممكن يجي لي يوم حر يومين حر، انما انه يستمر اسبوع او 10 ايام ده كان قاسي جدا على الاشجار. والاصناف البلديه بتاعتنا للاسف اللي هي ليها جوده عاليه جدا 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 في النكهه واللي هي مطلوبه بشكل غير عادي، هو اللي اتاثر الاصناف البلديه اكتر، هو كل اتاثر بس الاكتر كانت الاصناف البلديه عن الاصناف اللي هي الغربيه اللي عندنا. اه بتحطوا خطه من دلوقتي بتشتغلوا عليها؟ اكيد لازم لازم، احنا لازم نفكر في حاجات كتير قوي احنا بندرسها انها انتي ستريس. طب هنبدا نشوف نعمل تجارب عليها، ازاي انا اقدر احمي الاشجار ان ما تجيش الخسائر دي السنه الجايه او اللي بعدها. مش بس المانجا، العنب انضر، الخوخ انضر، الموالح احنا عندنا نسبه تسقيط غير عاليه، يعني غير عاديه عمرنا ما شفناها في الموالح، فيا ريت كلنا نشتغل على الحاجات. طيب التغيرات المناخيه هنستعد لها ازاي؟ اقول لك حاجه، انا كنت في اوروبا من 3 سنين، كنت في هولندا، كنا في حاجه عن الكلايمتيك تشينج ده والفود سيفتي، بيقول لك ازاي هنحافظ احنا على الاكل واحنا عندنا تغيرات مناخيه غير مقبوله. التغيرات المناخيه دي مش مصر، التغيرات المناخيه دي العالم. بعض الدول بدات تعمل كتير من الاجراءات اللي بتساعدها كدوله، انا عارفه ان الدول بتشتغل على نطاق كبير ولازم الافراد تشتغل ولازم المؤسسات تشتغل. على فكره الزراعه غير ما الناس متوقعه من الحاجات الملوثه للبيئه، ودي حقيقه لازم نعرفها. الزراعه ملوثه للبيئه، تصدق بقى الحكايه دي ازاي؟ ان احنا الاسمده اللي بنستخدمها والماكينات اللي بتنقل من مكان لمكان بينتج عنها كميه كبيره جدا من ثاني اكسيد الكربون. علشان كده الزراعه العضويه من الحاجات الزراعه العضويه من الحاجات اللي مع البيئه، مش زي الزراعه التقليديه. لان انا في الزراعه العضويه باخد المخلفات اللي ممكن الناس تحرقها او تتخلص منها باي شكل يكون ناتج عنه كميات كبيره من ثاني اكسيد الكربون، انا باخدها اعملها كومبوست وارجعها تاني في الارض. الزراعه العضويه بتخليني استخدم الميه بحذر او بكميات اقل. الزراعه العضويه بتخليني ما استخدمش مبيدات فما اعملش ستريس جامد على النبات. يعني من الحاجات اللي ممكن نقول انها صديقه للبيئه هي الزراعه هي صناعه بقى. الاسمده نفسها ملوثه للبيئه، الصناعه نفسها والنقل على فكره الناس اهملت ده. انت ما بتاخد المصنع مثلا في كفر الشيخ ولا في اسكندريه ووديه الصعيد ووديه هنا ووديه هنا ووديه هنا، كل ده حاجات ملوثه. طب وهل دلوقتي حصل لي ارتباك وانا قاعد قدامك؟ منين انا عندي زراعه عضويه وانا بيهاجمني، يعني المفروض ولا استخدمش ولا اسمده ولا مبيدات، وانا بيهاجمني عدد من الامراض ومن الاصابات الحشريه بسبب التغيرات المناخيه، هتعامل معاها ازاي؟ لا طبعا ده يبقى، اما انا اقول كده يبقى انا بتكلم غلط. لكن طبعا في البدائل اللي هي المواد المسموح باستخدامها تحت نظم الزراعه العضويه. عندنا مجموعه كبيره جدا من المبيدات تستخدم للافات وللحشرات. وطبعا التسميد احنا بنعتني ان النبات بتاعنا ياخد، مثلا هنتكلم على نبات غالي وقيم زي الفراوله، الفراوله دي بتحتاج 180 وحده نيتروجين، انا لازم النبات بتاعي ياخد ال 180 وحده دول، سواء هو اورجانيك سواء هو زراعات تقليديه سواء هو جلوبال جاب، في اي تقنيه من التقنيات دي لازم ياخد ال 180 وحده. شطارتي بقى ادخلهم ازاي؟ ايوه اجيب ال 180 وحده دول منين؟ بسعر مش عالي وبجوده ان هو ملوث. وهتديني نفس الانتاجيه؟ بالظبط، ما انا بدي احتياجات اللي هو بالظبط، يعني هو عايز 180 نيتروجين، عايز 120 فوسفور، عايز 200 بوتاسيوم او 250 لو عايزين صنف عالي للسكر عالي الحلاوه. اي نبات بتحت اي طريقه انتاج خد الاحتياجات دي هيديك الانتاج المثالي للارض بتاعتك. تمام. طبعا مع مقاومه الامراض والافات. طيب انا دلوقتي بديهم له بالاسمده الازوتيه. تمام. اللي هي شكاره السماد اللي الفلاح بيروح الجمعيه وبيقعد يدور عليها. تمام. هديها له ازاي بقى عن طريق الزراعه العضويه؟ هديهم له ازاي عن الزراعه العضويه؟ الكومبوست بيوفر عدد قليل من الوحدات عشان نبقى متفقين، يعني عشان ما حدش يقول لك ده انا حطيت 20 متر مكعب ولا حتى باضافات معينه للكومبوست عشان ارفع من قيمته؟
مهما كان الكومبوست ما بيتعداش فيه الحكايه من 1-1.5% نيتروجين، فيعني ده مش هي يعني انا ال 180 وحده دول حتى مش هقدر اوفرهم بالكومبوست للفراوله بس. لا لا صعب صعب جدا. عندنا في قانون الزراعه العضويه عندنا انكس اسمه انكس 1 وانكس 2 او الملحق. الملحقات دي بيقول لك ازاي تغذي وازاي تقاوم الامراض. ملحق 1 ده مكتوب لك فيه مثلا 12 ماده ازاي تاخد منهم وحدات النيتروجين بتاعتك، ومثلا مواد ازاي تاخد وحدات الفوسفور وازاي تاخد وحدات البوتاسيوم. يعني انا مش هقول للفلاح ما تاخدش ده وهسيبه يغرق، لا انا هقول له ما تاخدش الوحدات النيتروجين اللي هي المعدنيه اللي هي غير مسموح بيها في الاورجانيك، انا هديك البديل بحيث انك يعني تقدر توفر للنبات بتاعك نفس الوحدات لكن بمواد مسموح بيها في الزراعه العضويه وهي غير ملوثه للبيئة. دي مركبات عضويه يعني اقول لك منها اسم حاجه منها مسحوق يعني. يعني في حاجه اسمها مسحوق ريش الدواجن اللي هو الفيزر ميت ده، مسحوق ريش الدواجن تمام، مسحوق السمك. مسحوق السمك ده فيه 12% نيتروجين. شايف ان الكومبوست بقول لك فيه 1-1 احسن كومبوست فيه 1.5% نيتروجين. مسحوق السمك، مسحوق ريش الدواجن، مخلفات الجوانو، طبعا البايوفلترايزرز اللي هي البكتيريا المثبته النيتروجين الهواء الجوي، دي بتوفر لي 20% من احتياجات النبات بتاعي. هي يا استاذ سامح بتبقى طبخه كده والشاطر اللي يعرف يظبطها يعني. طب وسر الطبخه دي عند مين؟ عند اللي يعرف. كنت لا عند اي حد. هو طبعا احنا المعمل المركزي للزراعه العضويه احنا نعرف نعلم اي حد يعمل ده ازاي. انا بيجيني ناس كتير جدا وانا على مكتبي، دكتور انا عايز احول من عادي الاورجانيك، اعمل ازاي؟ اغذي النبات بتاعي ازاي؟ اوفر الوحدات دي منين؟ حد نجح في الموضوع ده؟ طبعا احنا عندنا 300,000 فدان عضو في مصر. يبقى احنا احنا كنا بادئين ب 50,000 فدان، بقينا 300 وممكن يكونوا اكتر حاليا. اوكي، معنى ان احنا بنكتر معنى ان احنا ناجحين وبنشتغل صح. و 300,000 فدان مش سهل في الزراعه العضويه ابدا. وبعدين الزراعه العضويه ليها شقين، ان انا بتخلص من معاملات ضارة على مدار سنوات ماضية وببتدي أولد زراعة جديدة، ولادة جديدة داخل الأرض الزراعية. عايز الأرض التربة فيها ملوثات، فيها أسمدة وفيها مبيدات، ففي فترة زمنية انتقالية. دي تم تحديدها بكام سنة؟ فترة التحول دي ليها قانون شوية. لو الأرض بتاعتك بكر ما تزرعتش قبل كده بناخد سنة علشان يبقى الأرض فيها حياة. يعني لازم نفوت اللي هي أرض جديدة، اللي هي أرض جديدة. طب لو أرض بتزرع فيها خضار بناخد سنتين، طب لو ارض فيها شجر بناخد 3 سنين عشان اضمن. وبرضو بعد 3 سنين انا بحتاج ان اسحب عينه من التربه والميه، اتاكد انها خاليه من اي متبقيات وان الميه مش مخلوطه باي نسبه من النسب بمياه الصرف الصحي عشان تبقى المزرعه بتاعتك اورجانيك. كلام حضرتك خد كذا جزئيه انا بفكر فيهم. يعني الدكتوره اياد بتقول لي ريش الدواجن ده بيوفر كم؟ ده ريش الدواجن فيه اكتر، فيه حوالي 14-15% وحده نيتروجين. مخلفات السمك، مسحوق السمك فيه 12.5% نيتروجين. لا ده انا سالت على الدواجن ليه، لان احنا لما كنا بنتكلم على قانون 70 اللي بينظم عمليه تداول الدواجن في مصر الحيه، وان احنا عايزين نحولها من الريشات ومحلات بيع الدواجن وتبقى داخل المجازر عشان اخد مخلفات الدواجن استفيد بيها بالظبط اهو. يعني انا هحافظ على البيئه المصريه، الدم اللي انا بشوفه في الشوارع والعربيات اللي شايله مخلفات الدواجن انا مش عارف هو رايح فين. وفي نفس الوقت عندك مشاكل كتيره جدا بيسببها طريقه البيع نفسها، وعلى راسها ارتفاع السعر بدون مبرر عند المستهلك وانخفاضه عند المربي اللي بيخسر دوره بعد التانية عشان ما يخرجش من السوق والمستهلك ما استفادش. فالنهارده لما اجي مثلا في هذه الجزئيه انظم تداول الطيور الحيه هفيد المجتمع وهفيد الزراعه، لان النهارده طب احنا عندنا مصانع بتصنع هذه المركبات من ريش الدواجن. كان في مصنع كبير قوي من فتره وبعد كده انا ما اعرفش ليه اختفى من الصوره ما بقاش موجود، لكن بيجي لي ناس كتير دلوقتي يقول لي يا دكتوره احنا كنا بنجيبه من سنه ومن اتنين ومش لاقيينه. فدي بقى المشكله دي برده ان شاء الله هتتحل قريبا. ازاي هتتحل؟ احنا طلعت لنا للمعمل المركزي للزراعه او لمصر طلع قانون زراعه عضويه وتابعوا لائحه تنفيذيه. اللائحه دي لما هتصدر اللائحه دي بتقول صدرت. هي صدرت بس لسه احنا محتاجين انها تنزل في الجريده الرسميه عشان تبقى قابله للتطبيق. لما هتبقى قابله للتطبيق هنقول ايه بقى؟ هنقول ان اي حد هينتج منتج وعايز يقول ان ينفع يدخل في الزراعات العضويه انت لازم تيجي تسجله عندي. ايوه اما تيجي تسجله عندي هيحصل ايه؟ هيبقى انا عندي الداتا بيز تقول لي السوق شغال ازاي. فتيجي حضرتك تسالني سؤال زي ده، دكتوره ايه احنا عندنا حد بينتج كم مصنع كومبوست؟ الناس اللي هتبقى انترست ان الكومبوست بتاعها ياخد لوجو ويبقى مكتوب عليه انه مسموح بيه في الزراعات العضويه،
الناس اللي بتنتج مخصبات، الناس اللي بتنتج اي حاجه داخله في التغذيه او في المقاومه هتيجي تسجل عندي، وانا هبدا. والبذور كمان على فكره احنا عندنا قصور شويه في مصر في البذور الاورجانيك. الناس البذور، البذور طبعا الناس الفلاحين اللي بيزرعوا اورجانيك وهم اكبر طائفه للاورجانيك في مصر بتوع النباتات الطبيه والعطريه. هو عنده البذور بتاعته وبيعرف يكترها سنه بسنه. انا محتاجه بقى داتابيز، انت لسه عايز تدخل جديد هجيب بذورك منين؟ لان الزراعه الاورجانيك ما بتقبلش اي بذور، او ما بتقبلش البذور المعامله بالمعاملات الكيميائيه. فان شاء الله تطبيق اللائحه التنفيذيه ده هيكون عامل هايل جدا للناس اللي بتشتغل في الاورجانيك. مين بينظم السوق ده دلوقتي؟ يعني حضرتك مثلا بتقولي لي كان عندنا مصنع بيعمل مسحوق ريش الدواجن والناس جربوه تمام. وجاب نتيجه واختفى. وعايز اقول لك ايه، ان الطن بدا من 2000 جنيه وصل ل 5000 جنيه مسحوق ريش الدواجن. وهيبقى ليه سعر بعد كده. والناس كانت مستعده، وكانت مستعده تدفع اكتر بس تلاقيه، بس اختفى. اختفى ليه؟ في حاجه حصلت في النص خلت. بلاش حاجه حصلت، خلينا نركز في اللي عايزينه يحصل. بالظبط، يا ريت اللي عايزينه يحصل، ان احنا نستفيد من كل حاجه موجوده في بلدنا عشان نبنيها صح. طيب النهارده ده دليل على ان انا عندي مركبات مختلفه بالظبط موجوده، ايه القانون اللي بينظمها؟ اذا كان احنا لسه المفروض اللي هيبقى عنده مركب هيجي يرخصه من عند حضرتك. تمام. طب اللي موجود دلوقتي مين الرقيب عليه؟ في حاجات مستورده الناس بتكتفي انها طلبت، قدمت طلب استيراد زي اي منتج وخدته وحطيته في اماكن البيع. تمام. الكلام ده خلاص مش هيبقى مقبول بعد كده. انت هتجيب المنتج اللي انت استوردته ده وهتيجي تسجله عشان اعرف انت مستورد ايه، واعرف هو متوافق ولا لا، لان تمام. اي حاجه مكتوب عليها ان هم كاتبينها انها يعني مسموح. يعني المستورد اللي موجود دلوقتي احنا كنا مستكفين بيه لان هو ليه دولة مصنع منشئة وليه متابعة ورقابة في دولته بالزبط. واحنا استوردناه فخلاص هو شغال، انما بعد تنفيذ اللائحة التنفيذية لازم هيجي عند حضرتك. لازم. ده المستورد لازم. والمحلي، والمحلي بقى في حاجتين، في حاجات هتتسجل عندي انا في المعمل، وفي حاجات انت ممكن تكون اوريدي مسجلها في معهد الاراضي مثلا. كل واحده هتاخد طريق، اللي بتتسجل عندي الاول بتختبر وبتاخد في اجراءات لحد ما توصل لمرحله التسجيل وتاخد شهاده. اللي مسجله في معهد مثلا زي معهد الاراضي والمياه او في اي مكان جهه حكوميه معترف بيها، انا بس كل اللي انا بديهولك بديلك لوجو يساعدك يقول لك ان ده ايوه فعلا ده امن وده مسموح بيه في الزراعات العضويه. يعني اللي مسجل في معهد الاراضي والمياه مثلا، مثلا وفي الاغذيه والاعلاف، وفي الاغذيه والاعلاف هيبقى محتاج منك اجراء بسيط جدا. بالظبط. لان خلاص هو ده من قبل مركز البحوث والاجهزه المعاونه في، يعني مش اجهزه، ده كيانات كبيره جدا، منارات تمام. علميه. كل اللي هيحصل في معمل الزراعه العضويه ان انا هديله لوجو ان ده انا كمان معاكم فيه تمام. الموافقه. اللي هيبتدي من اول وجديد هبتدي اعمل له الاختبارات والتحاليل عشان اديله الاجازه. بالظبط، لحد ما نتاكد 100% انه منتج الكلام المكتوب على الداتا شيت بتاعته انها صح، وان هو متوافق فعلا مع القانون بتاعنا، ما بيخلش باي شكل مع قوانين الزراعه العضويه. هننجح وليه ما ننجحش؟ ليه بقول لك السؤال ده؟ ما هو النهارده انا عايز اقنع المزارع بطريق صعب. ايه اسهل حاجه؟ ان انا ادور على شكاره السماد احطها في الارض. بس انا كفلاح ما في حاجات عايز ابص لها اكتر، ان انا بضر الارض بتاعتي، بقلل من خصوبتها، ان موسم بعد موسم انتاجيه الارض بتضعف وبزود من مشاكلها. بالذات لو كان عندي معتقد ان النبات فيه مشكله فهات شكارتين سماد ضفه. لو انا عندي الارض اصيبت بنماتودا او اصيبت بمشاكل اخرى ابتدي اضيف مبيدات بدون اخذ عينه، بدون البحث العلمي، واجرب من عند ده واجرب من عند ده. فانا بسال ليه هننجح؟ لان انا برضو في فكر موروث بقاله سنين عايز اغيره، في تخوف كبير كمان. وبعدين ايه، في فكره سائده جدا، ده الاورجانيك يا دكتوره بيقلل المحصول. لا لا، الاورجانيك انت مش هتعرف تقاوم الامراض. طب ليه ناس في شغاله في الاورجانيك وشغاله بقالها سنين وناجحه جدا؟ طب احنا نقاوم الامراض ازاي؟ يعني هتعتمدوا على المفترسات او الاعداء الطبيعيه؟ لا 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 ابدا، احنا زي ما اتفقنا دايما بنسمي المكافحه، بنستخدم اللي هو الاي بي ام، المكافحه المتكامله للافات. ان انا افكر في المقاومه او المكافحه باتجاه واحد بس ده يبقى ظلم لل مكافحه متكامله. بالظبط، يعني انا هقول لك مثل بسيط جدا، انا عندي افه اسمها التوتا ابسليوتا، دي مبوظه زراعه الطماطم وعامله اضرار كبيره جدا. التوتا دي ليها ثلاث اطوار للحشره بتعمل كل مره العرض بشكل، في بتصيب الورقه، في بتصيب الساق، في بتدخل على الـ على الـ على الثمره نفسها. اوكي. البيضه بنقاومها بالمفترس اللي هو التريكوجراما. اليرقه، واحنا عندنا معمل انتاج التريكوجراما، عندنا طبعا عندنا اكتر من معمل، في وزاره الزراعه وفي جامعه القاهره.
بقاوم اليرقه ان انا برشها بالبكتيريا اللي هي البي تي الباسيلس سترونجنسز اللي بتجيب لي اليرقه. القافه الكامله بقاومها بمركب مسموح بيه برضو في الزراعات العضويه. يبقى انا وانا بقاوم ما بفكرش في اتجاه واحد بس، ما بفكرش في حاجه واحده بس، انا لازم افكر في مجموعه متكامله ان انا اعرف اكثر اطوار الحشره، ده غير المصايد الهرمونيه طبعا ما نقدرش نستغنى عنها. يبقى انا مش بكافح بحاجه واحده ولا اتجاه واحد من المكافحه لان ده ما بينجحش. مكافحه متكامله. الموضوع ده محتاج ارشاد. وبدي النبات كالسيوم عشان الورقه تبقى قويه والنبات قادر يستحمل. محتاج ارشاد. محتاج حقول ارشاديه، محتاج حملات توعيه، محتاج ان انا اجمع المزارعين واقعد ابتدي معاهم مثلا داخل انا في بدايه موسم وليكن هزرع ذره. فهقول له انت عندك احتمال باصابه الصقبات. تمام. احتمال في اصابات فطريه. طيب تعالى بقى من البدايه نعمل الخطه او المكافحه المتكامله اللي احنا هنشتغل بيها. طب حضرتك المعمل المركزي للزراعه العضويه، انا عندي معهد امراض النبات. تمام. وعندي جهات اخرى. وعندي قطاع الارشاد ومعهد وقايه. هيتجمعوا امتى؟ انا هقول لك ميزه في المعمل المركزي للزراعه العضويه ان احنا من اكتر من معهد، لان زمان ما كانش يعني في معمل. بالظبط، احنا 2003 انشئ المعمل المركزي للزراعه العضويه بمجموعه من دكاتره، من اساتذه امراض النبات، اساتذه الاراضي، البساتين، الوقايه. طبعا عددنا قليل جدا، فعشان كده احنا مش قادرين نغطي الناس او نبقى بشكل ارشادي كبير، لكن على الاقل احنا عندنا من الخبرات اللي تخليك تقول ان احنا نقدر نساعد باكتر من طريقه. ان احنا نتكامل مع المعاهد الثانيه طبعا ده يبقى هايل جدا. المشروعات القوميه النهارده كلها في الاراضي الجديده. تمام. شايفه ان دي هتبقى فرصه مناسبه ان احنا نطبق فيها الزراعه العضويه؟ طبعا. اراضي بكر. طبعا. ارضي لسه ما بتعانيش، يعني انا في الفيوم عندنا مزارع اورجانيك بتعاني جدا، بتعاني بشده. من ايه بقى؟ ان الارض اوريدي ملوثه، او مثلا حطينا فيها كميات كبيره جدا من المبيدات، ان ميه الترعه وهي ماشيه على الجار لو انا شغال صح ومشيت على الجار والجار شغال غلط بتنقل لي متبقيات المبيدات. انا في الارض الجديده زي ما بيقولوا بقى ايه، انا هقدر ابدا بالتكنيك الصح اللي انا مش هصلح اخطاء حد، انا هبدا بوجهه نظري انا بطريقتي انا او بالطريقه اللي انا محتاجاها، فاعتقد ان ده هياثر الطريق جامد جدا. بس طبعا العائق اللي انا شايفاه بيقابلنا الميه، لان كتير من المزارع اللي في الصحراوي يا اما ميه الابار مالحه جدا وده بيعيق الحكايه، يا اما في صعوبه في وصول الميه ليها. الميه المالحه بتؤثر على النبات. طبعا. طب ايه الحلول اللي فكرنا فيها عشان المياه؟ بالنسبه للزراعه العضويه احنا عندنا الكومبوست من الحاجات اللي بتقلل لي، واستخدام املاح الهيوميك، كل الحاجات دي بتقلل لي كميات الميه، فده بيمثل لي عامل من عوامل النجاح. في مركبات على فكره بتقلل تاثير الملح، بتمسك الملح وبتحيده. بس كل الكلام ده حلول يعني محتاجين اكتر. طيب مؤقتا انتم على مستوى الجمهوريه بتتواصلوا مع الناس ازاي؟ يعني هو المعمل موجود النهارده في مركز البحوث الزراعيه. تمام. في فروع تانيه؟ بتتواصلوا ازاي؟ الناس اللي بتجينا، الناس اللي مهتمه. هو بيحصل ايه دايما؟ في ناس، خد بالك انا ما بيجيليش ناس عايزين اورجانيك، انا بيجيلي ناس بتصدر وبتقول لي يا دكتوره انا بصدر كيميكال فري وعندي بتقابلني المشكله الفلانيه، المرض الفلاني او الافه، ومش عايزه احط مبيد. او انا يا دكتوره مش عايزه احط املاح النيتروجين السريعه الذوبان دي، او عايزه احط نسبه منها مع نسبه من مثلا الحاجات العضويه واشوف ايه النتيجه. في ناس هي مهتمه، فللاسف انا ما بقدرش اوصل لحد، انا الناس هي اللي بتوصل لي. الناس هي اللي بتوصل لك، وده شيء مهم جدا. انا اظن ان قانون الزراعه العضويه هو يعني انقاذ للقطاع الزراعي كله. ليه؟ بعد ما احنا بنتكلم على تغيرات مناخيه، الافراط في استخدام او الزياده في استخدام المبيدات علشان اواجه الاضرار السلبيه للتغيرات المناخيه اللي هي اصابات حشريه او امراض فطريه، فانا كده بزود العبء على البيئه. استخدام المبيدات بشكل عشوائي هيضر بالبيئه وهيضر بصحه المواطن نفسه هو المستهلك. الزراعه العضويه والمكافحه المتكامله اللي الدكتوره ايات اتكلمت عنها دي تقدر ان هي تساعد بشكل اساسي وفعال في انتاج غذاء امن. وفي نفس الوقت انا الحمل اللي بزوده على التربه وعلى الميه باستخدام المبيدات والاسمده هو بيخليها بيئه صالحه لحدوث الامراض والاصابات الحشريه. تمام. فعلا. نقطه تانية كنت بتكلم فيها دكتوره ايات، هل تفتت الحيازه من المشاكل اللي بتقابلكم ايضا؟ طبعا
دي اكبر مشكله. زي ما بقول لحضرتك اهو، لما انا عندي فدان ولا اتنين فدان واورجانيك وشغال كويس جدا، وانت جنبي لازق فيا ومش شغال اورجانيك، حضرتك لو رشيت مبيد عندك انا هيجيلي اثر من المبيد ده في الارض بتاعتي هيضرني، وفي نفس الوقت انا عندي هنا محصول مختلف عن المحصول بتاعي، وهنا عنده اصابه حشريه او زراعه في ميعاد غير الميعاد اللي انا زارع فيه، فهيكون سبب في ان هو ينقلها لي في ارضي، غير لما نكون احنا بنشتغل كلنا ايد واحده بنجهز الارض في ميعاد واحد صنف معين هو اللي هنزرعه. لو في برامج المكافحه المتكامله اللي الدكتوره ايات اتكلمت عنها بنطبقها، هنطبقها مع بعض، وبالتالي كده احنا بنوفر الحمايه والامان لمحصولنا والارضنا. ليه؟ عشان احنا ايد واحده، عشان احنا بنزرع رقعه مساحتها مناسبه ان انا اشتغل فيها بميكنه اطبق فيها علم، الموضوع يكون مدروس. حضراتكم عليكم دور كبير جدا، امانه ومسؤوليه بقولها لحضرتك. الارشاد احنا موجودين معاكم بنوصل رسالتك، انا عايز يكون في تعاون مهم جدا عشان ننقل الرساله العلميه الحديثه. بمعنى لما كنا بنيجي نتكلم على برامج المكافحه زمان كنا بنيجي نقول في بدايه الموسم خلي بالك توقع فيه كذا كذا، فهترش من المبيد الفلاني بتركيز كذا واديله فتره امان حيوي وخلي بالك. النهارده انا عايز ان احنا نتكلم في هذا الملف لكل محصول ازاي يبقى عندي مكافحه متكامله للزراعه العضويه. من حق الفلاح النهارده انا مش هربطه واقول له انزل عوم، لا انا بقول له في زراعه عضويه، طب انا هطبقها ازاي؟ ده شيء بسيط من حقه، وده حقه، وده دور لازم يقوم بيه علمائنا على راسهم مركز البحوث الزراعيه الجامعات المصريه، احنا نقدر ننجح. انا بشكر حضرتك نورتيني يا فندم. دكتوره جدا. ايات محمود السيد الباحث بالمعمل المركزي للزراعه العضويه، شكرا جزيلا. شكرا جدا. بعد الفاصل هكون معاكم هنتكلم على مشكله الكلاب الضاله ونقل مرض السعار. كنت فاكر زمان ان مرض السعار ده مرتبط بالكلب بس، لكن فوجئت ان الفار نفسه والماشيه في الحظيره بيجي لها سعار، شيء خطير جدا. بعد الفاصل.